السلام عليكم، بلعب كيوب كرافت ايجوارز بس بتحدي، التحدي انه ما اشوف شيء، يعني اليد ما اشوف ولا القلوب ولا شيء يعني بالشاشة. بس قبل أن ابدا لايك اشتراك، بدخل ايجوارز الحين، بديت جيم بختار كتب بلوكات، المشكلة ما اقدر اشوف بالوقت متى يبدا الجيم. نزلت بحمي البيضة اول شيء، حميت البيضة والحين باخذ حديد بجمع شوي طور المعمل. خذيت 20 حديد، بأشتري بلوكات ودروع وسيف، ايوه، وبرتب الحين اسلحتي. حلو كذا رتبت الأسلحة، بسوي فاست بريدج، بدل اعمل هذا الأخضر. المشكلة الحين البيض تكسر هذاك، وتشوفونه القم الحين طلع سيف. يا رب مين طلع سيف؟ وشوف طلع، ايوه حلو طلع سيف. دخت ايوه تعال، مات. حلو ببني، حلو باخذ حديد، حلو 150 حديد، بشتري اكل. حلو حاطين الاوفر باور، 110 دايموند، بشتري دروع جست بوكس والسروال، و115 جولد، كويس. بشتري الاوبسيديان 15 كافي، بحمل بيض الاوبسيديان 4. تحدي صعب، سوي فاست بريدج عليهم. يا رب اللوكات ما تقضي، لحظة بشوفهم. كويس بقدر فيه، حلو ما مات. إيه هو اشوا هجت معه. تعال تعال، وين رايح؟ تعال تعال، تكفى تكفى، الحمد لله. التحدي صح، نسيت لا اقول، لحظة شوي بغيت اموت. كويس، ايه نسيت لا اقول، التحدي اني بلعب جيمين او ثلاثة، بحاول افوز بواحد من الجيم. طحت يا ويلي، بيضتي مكسورة. يلا جي جي، ببدأ جيم ثاني، بحاول افوز. حلو بديت الجيم الثاني، بختار كتب بلوكات، والمشكلة انه حطوا ماب خايس. بدأ الجيم، بجمع ايرون. حلو حاطين اوفر باور 115 بلوك، في حركة ترى كويسة، ابن بالبلوكات اللي معك كذا، ابن وانتحر، يعطونك بلوكات ثاني مرة. شوفوا الحين ما معي شيء، طلع لي 15 بلوك، الحين ببني وبس، وصلت النص. الحين ما مت، كنت بسوي نفسي ذكي، بجمع ايرون، طور المعمل هذا، بشتري بلوكات بروح للنص، وسيف بعد مرة واحدة. البيضة صح، بحمي البيضة، هات البيضة. تقتل، لا لا لا، مت. قال الحين برجع جمع ايرون ودرع مالي. تكفى الله يرحم ابوك. مت، كسر البيضة صح، الله يكسر راسك.